ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة زليخة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزيق روحه ويصبح ناسيا منسيا. لا تثر غضبي أكثر من هذا. أنا أبحث عن الدليل والشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب. لا دليل عندي لأسوقه على براءتي من الذنب، ولا نديمة لي لكي تشهد زورا لصالحي. إذا أنت مدان ويجب أن تعاقب. حكمتم علي بالخيانة من غير دليل، لكن الحقيقة لا تعد ما قلته. هي التي استدعتني إلى حجرتها وراودتني عن نفسي، وأنا لا شاهد عندي سوى الله ربي. مشاهد أخرى شاهدناها من مسلسل يوسف الصديق، دور نبي من أنبياء الله، وكما أشرت سابقا وكما يعلم الكل عبر القرآن الكريم عن هذه القصة بأحسن القصص. إذن هناك مسؤولية جدا كبيرة وقعت على عاتقكم في أداء هذا الدور تحديدا. هل حققت أو طالعت عن شخصية النبي يوسف؟ هل شاهدت النسخ الأخرى التي أنتجت في البلدان الأخرى، أم اعتمدت على النص فقط؟ بل. أرزم بوزنتم برية أعرض بخدمتكم للأعمال التي تقدم عن شخصيات معروفة مثل سيد النبي يوسف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام علي عليه السلام، ومثل الكثير من الشخصيات المعروفة في العالم. ما هو فرقه؟ مثلا أولئك لديهم صبغة في الماضي. عندما يراد الفيلم صناعة فيلم أو تمثيل فيلم، يجب أن يذهب إلى دراسات وبحوث، ويدرسون هذه البحوث والنصوص وينقوها وينقحوها، ومن لأن أي ثقافة وكل سنن وآداب يمكن أن تتطلب السيناريو الخاص بتلك الثقافة. بعض الاتفاقات قد تكون في زمن النبي يوسف حوالي 3500 عام في مصر. في ذلك الوقت النساء لم يكن إلى تلك الحد لديهن حجاب، أو الرجال أيضا. إذن تلك الثقافة كيف نعكسها في خلال ونواكبها في خلال ثقافة عافية عالم إسلامي؟ وهذا شيء صعب. وبعض المنتقدين هم أيضا انتقدنا وجه لنا نقدا مضحكا، ولكن بما أنه هناك بعض المصالح أعتقد أنه يمكن أن يكون مثل هذا التوقع. إذن هذا المسلسل هو حصيلة معلومات مختلفة ورؤى متعددة، ووفق القوانين التي تسمح بها البلاد في إيران الإسلامية. ويمكن قراءة نصوص أخرى هي التي يمكن أن تذهب بكم إلى مكان آخر، وأشياء أخرى قد لا تأخذ بنظر الاعتبار الدور الذي القيام به. ومثلا الشخص الذي يريد أن يقوم بمثل شخصية النبي محمد، وهذه القضية كل هذه مثلا أنتم يمكن أن تدخلوا إلى مثلا متجر وتختاروا ما تريدون، والمحقق والباحث هو الذي ينتقي ويختار ما يريد. وإذا هذا المسلسل الذي شاهدتموه أنا أقول ويمكن أن أقسم بأن أكثر من 12 مرة أنا قرأت السيناريو كله وحتى وصلنا لهذا. أشار هذه إشارة جدا دقيقة من قبل ممثل، 12 مرة قرأ السيناريو حتى وصل إلى فكرة عن تمثيل هذا الدور. ننتقل الآن إلى مشاهدينا الأفاضل مرة أخرى، إلى ليبيا. أم فاطمة، نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أهلا وسهلا الأخت أم فاطمة، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام، الصوت واصل، تفضل. نعم. البديع والرائع، ونشكر جميع